طبعا لعبة كرة السلة 3 في 3 هي احدى الالعاب المنبثقة عن لعبة كرة السلة اللعبة الام. طبعا هذه اللعبة يعني لا تحتاج للكثير على مستوى الامكانيات، تجرى في نصف ملعب على مستوى اللاعبين، يعني تجرى بين 3 لاعبين في كل فريق داخل أرضية الميدان، مع وجود لاعب احتياط واحد لكل فريق. طريقة احتساب النقاط تختلف بشكل كلي يعني بشكل طفيف او عن لعبة كرة السلة، فكل نقطة يسجلها الفريق من داخل المنطقة او من داخل القوس تحتسب بنقطة واحدة، كل سلة تحتسب بنقطة واحدة، اي سلة من خارج القوس تحتسب بنقطتين. على مستوى الأخطاء هناك يعني معايير معينة للأخطاء، عندما يصل الفريق إلى الخطأ السادس سيصبح لديه رمية حرة واحدة، ما بعد الخطأ السادس 7 و8 و9 سيصبح لديه رميتين حرتين، من العاشر وما فوق سيكون له بكل تأكيد يعني رميتين وحيازة. زمن اللعب طبعا في هذه اللعبة طبعا هو 10 دقائق، ومن يسجل 21 نقطة كأول فريق يسجل 21 نقطة ينهي المباراة بدون أن النظر للتوقيت.